النهاردة فلوق فظيع لكل اللي بيحبوا أدوات المطبخ. النهاردة الجزء الثاني من محلات النزهة الجديدة. النهاردة في محل دلع البيت. دلع البيت في حاجات حلوة كتير قوي وحاجات منظمات للبيت وحاجات كتير البيت بيكون محتاجها، منهم بقى ايه الكنكة البايركس اللي كلكم سألتونا عليها، شكلها شيك وحلوة قوي لكل اللي بيحبوا الحاجات البايركس. قطعات الترند بتاعت البطاطس، انتوا بقى شوفوا الريفيوهات عليها وهتلاقوا الحاجات اللي طالعة ترند هناك، لكن انا ما جربتهاش بصراحة. الطاسة دي شكلها حلو وكيوت عجبتني، وكمان الحلة ترند البايركس اللي طالعة، بس هو عنده اللي هي لونها لبني، في منها شفافة ومنها عسلي، تمام، بس في محلات تانية هو عنده اللبني. كمان عنده قطعة البطاطس دي، كمان شوفوا الريفيوهات عليها لو عجبتكم هتلاقيها عنده. كل الحاجات اللي طالعة ترند هتلاقوها عنده في قطعات البطاطس وحاجات تانية كتير. برضو الجاروف الكيوت ده كان طالع برضو ترند، جاروف كده ببقاش صغنونة ب125 جنيه، شكله عسول قوي الناس اللي بتحب الحاجات بقى الكيوت والكلام ده. بصوا دي اللي هي اللي بنحط عليها الاطباق علشان تنشف، برضو عنده كذا شكل منها، وعنده الكوسترات ديت برضو سعرها من 50 ل65 جنيه، اشكال حلوة جدا جدا. وعنده الكوسترات برضو اللي طلع ترند اللي هي لونها ذهبي وفضي. عنده شوية حاجات اكليريك بتبدأ من 80 جنيه، برضو اطباق اكليريك واشكال كتير، وعلب برضو حفظ للتلاجة اكليريك برضو شكلها حلو. تقدروا برضو تشوفوا تشكيلة حلوة قوي 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 هناك. طبعا يا جماعة أنا ما ينفعش أروح مكان وما جيبلكوش خصومات. عيد ميلاد المحل بكرة يوم الجمعة 2/6، وكمان متفقة معاهم لكل متابعين شومة ليهم خصم، يعني يقدر بقى تعمل معاكم أي واجب كده خصمه، أو هحاسبكم حسبة الجملة. روحوا بس لحد اسمه أسطورة، واحد مسؤول هناك اسمه أسطورة، هو المسؤول عن كل ده، ان شاء الله يظبط لكم الخصومات، وان شاء الله تلاقوا حاجات كتير في دلع البيت تعجبكم. تعالوا بينا بقى على مكان تاني برضو في حاجات، وانا بلف كده في النزهة الجديدة لقيت حاجة اسمها الصيني او المحل الصيني، عنده بقى كل الحاجات الصيني وحاجات كده برضو يمكن تكونوا بتشوفوها في الترندات او بتشوفوها على السوشيال ميديا ومش عارفين برضو تجيبوها منين. وعنده كل حاجات سكاني، كل حاجات سكاني يا جماعة موجودة عنده. برضو يا جماعة انا مش برشح منتج معين، انا بقول لكم ان الحاجات دي موجودة في المحل ده، وكمان هيعمل لكم خصومات لو انتوا جايين من عند شومة. او بقى الاول قلت بقى بمضرب، كان عنده اللعبة اللي هي بانش ميدي، قلت مضربه شوية، عنده مضرب سكاني بتاع نسكافيه ده بقى انا برشحه لاني جربته وتحفة جدا، واحسن حاجة لانه بالشحن. عنده شوية قلايات كده سكاني، واللي هي سيلفر كراست برضو انا مجربتهاش، بس دي اسعارها 2200، واللي هي الساعة الاكبر اللي هي 15 لتر، هقول لكم برضو سعرها دلوقتي مكتوبة كان تقريبا 3600، هكتب لكم السعر، ايوه 3600. عنده شوية قلايات برضو شوفوا الريفيو عليها ولا هي كويسة، هتلاقوا هناك سعرها كويسة. انا بقول لكم هو موجود عنده المنتجات اللي انتوا بتدوروا عليها بسعر كويس، لكن الريفيو عليها انا لسه ما عرفوش بصراحة، علشان الناس اللي تقولوا انا روحت واشتريت وما عجبنيش انا ما عرفش. انا بقول لكم هناك المنتجات دي موجودة باسعار حلوة جدا جدا، هناك هتلاقوها. برضو الخلاط اللي هو بيكسر التلج المال السوشيال ميديا اللي هو من غير كبة ب1200 جنيه، وفي واحد كمان معاه كبة ب1450. دي بقى أسعار، ودي البوتاجازات اللي هي بتاعة الرحلات اللي هي بالكهرباء اللي ممكن تشتروها لو انتوا مثلا مهتمين بالتصوير، أو بتاخدوها معاكو المصيف لو انتوا محتاجين الحاجات دي. عنده برضو شوية مكان حلاقة حريمي ورجالي، عنده شوية كولكشن كده كل الحاجات الصيني، بس طبعا هو بيقول صيني يعني درجة كويسة واستعمالها كويس، تمام. عنده برضو حاجات سماعات ومستلزمات الموبايلات وكفرات للموبايل، واللي هي الحاجات اللي بتكبر شاشة الموبايل، مستلزمات ورفايع كده، مستلزمات الموبايل هتلاقوها. عنده موازين، ميزان مطبخ وميزان حمام، عنده رينج لايت، عنده راديو، عنده حاجات لأدوات التصوير. بصوا يا جماعة هو انتوا هتدخلوا تلاقوا تشكيلة كده لكل حاجة ممكن تكوني محتاجاها، موبايلات بقى أجهزة أي حاجة، كل ما هو صيني هتلاقوها عنده، وليكوا خصم مخصوص لمتابعين شومة. المحل التالت بقى اللي معانا هو شركة الخلود. شركة الخلود اللي أنا جبت منها الموب السمارت موب اللي هو عجبكو اللي شفتوه معايا في الفيديو اللي قلتلكو إن هو أحسن من الشرشوبة كتير، وبصراحة أنا جربته، ده رقمهم وده الموب. أنا لما رحت له المرة دي ما كانش عنده الموب، دي كانت خلصانة، ممكن تتصلوا بيه وتسألوه لما يوصل. أدي شركة الخلود اللي هي أساسا بتستورد. عنده بقى شوية مجات
تحفة يا جماعة، عنده تشكيلة مجات تحفة، كل الحاجات اللي بتعجبكم الإزاز المجات الجميلة الترند دي هتلاقوها عنده. بصوا يا جماعة تحفة. طبعا هو عنده جملة وقطاعي، يعني طبعا الناس اللي عاملة مشروع وعايزة تاخد بسعر الجملة هيبقى ليها سعر، والناس اللي هي زي حالاتي بتروح تشتري بالقطعة ليها سعر تاني. وبرضو كل متابعين شوما ان شاء الله يعمل لهم خصم، وخصم كويس يا جماعة. انا بتفق معايا حد بدخل عنده ان انا هصور عنده المنتجات بتاعته، بس بشرط اي حد يجيله من صفحة مطبخ شومة او شومة كيتشن وشاف الفيديو وشاف الحاجة بتاعته في الفيديو بتاعي يبقى ليه خصم، تمام؟ علشان الناس كلها تبقى مبسوطة ومبقاش عرضتلكو الحاجة وبس. بصوا مجات كيوت كيوت، عنده شوية حاجات بورسلين كده على خفيف، بس الاكتر بقى عنده رفيع كتير جدا للمطبخ، وكلها حاجات مستوردة وشكلها شيك. عنده شوية كده برضو حاجات ديكور برضو على خفيف، بس برضو لقيت عنده تشكيلة كبيرة قوي من الحاجات الأكليريك والحاجات المنظمات بتاعت التلاجة. برضو الحلة الترند هي الشفافة خالص دي، الحلة الترند البايركس موجودة عنده، دي الشفافة بقى، تمام؟ زي ما قلت لكم منظمات الأكليريك بتاعت التلاجة، عنده تشكيلة فظيعة، حاجات كتير جدا جدا واشكال كتير قوي، تقدر ان انت يعني تشوفي اللي يناسبك واللي عايزاه ترتبي بيه بيتك، ترتبي بيه درف المطبخ او ترتبي بيه التلاجة. عنده شوية حاجات تحفة، رفيع للمطبخ تحفة تحفة، يعني انا عجبني حاجات كتير جدا جدا جدا. الناس البنات بقى اللي بتجهز، والبنات اللي هم اللي زي حالاتي مش بيجهزوا بس بقى كل شوية محتاجين حاجات لتنظيم البيت، هيلاقوا هناك حاجات كتير حلوة قوي قوي يا جماعة، وأسعار تحفة جدا جدا جدا. بصوا دي حاجات المنظمات، عنده أشكال كتير جدا جدا. وأطباق طبعا أكليريك، انت بقى روحي بقى دوري كده على الحاجات اللي انت محتاجاها، هتلاقي أكيد حاجات حلوة. بصوا ده تحفة، شكله تحفة. والخلاطات الصغننة بتاعت العصير دي اللي طالعة ترند، والمج ده يعني مج المزاولة. وعنده بقى بتاع السيليكون ده بتاع القلاية، علشان لو مش عايزة تجيب اللي هو الورق اللي بيترمي ده، سيليكون بيتغسل وبيدخل القلاية. والمشابك بتاعة أكياس المكرونة وأكياس الرز برضو، دي عملية قوي وما فيش مطبخ يستغنى عنها. المحل ده برضو حلو جدا جدا، اسمه بورسلين أو مائدة بورسلين او بورسلين مائدة حاجة كده. المهم يا جماعة ده برضو هتلاقوا اسألوا عليه، اسمه باين في الفيديو، فيه شوية حاجات بورسلين تحفة. ده بورسلين سادة بقى، الناس اللي بتحب الحاجات السادة هيلاقي طواجن واطباق بورسلين بتدخل الفرن وعلى البوتاجاز بس على نار خفيفة. عنده شوية حاجات تحفة برضو، شوية حاجات ازاز تحفة، حاجات اللي نازلة الترند، البرادات البايركس اللي بتشتغل على النار، يعني البايركس الترند حلو قوي. والبورسلين عنده بورسلين من كل انواع واشكال تحفة، اسمه بورسلين مائدة او مائدة بورسلين، هو المحل اسمه كده، يعني هو تدخلي تلاقي شوية حاجات بورسلين كتير جدا جدا الوان واشكال بس سادة. واللي فاجئني بقى عنده ان هو عنده تشكيلة كبيرة قوي من الحاجات الترند الذهبي اللي طالعة، الاستانلس الترند الذهبي، بس عنده تشكيلة ما شفتهاش عند محلات تانية، عنده تشكيلة كبيرة جدا جدا جدا، اطباق بقى وحاجات بتدخل الفرن وعجانات وحاجات للتقديم. بصوا عنده تشكيلة كبيرة جدا، ما قدرتش اصور الاسعار لان الدنيا زحمه والحاجات كتير جدا جدا، بس هو عنده تشكيله حلوه قوي الحاجات المذهب. وزي ما قلت لكم حاجات المذهب دي مش بتحط على النار، معظمها للتقديم او على نار هاديه جدا جدا جدا، وتحطي تحتيها شياطه، يعني ده مثلا للتقديم بس. الحاجات دي يا جماعه شكلها تحفه، وطبعا الطاسات الذهبي دي طبعا انتوا شايفين حاجات كلها ترند، وهو عنده اشكال كتير جدا جدا، ما اعتقدش هتلاقي الاشكال الكتير دي زيه بصراحه. انا يعني دخلت عند ناس كتير عندهم حاجات كده متفرقه، انما هو عامل اشكال حلوه. استنوا بقى الجزء بتاع الاطفال والدلع، الشنط بقى والتوك والحاجات بتاعت الاطفال تحفه. يا رب الجوله دي تكون عجبتكم، تكون افدتكم باي حاجه. طبعا زي ما قلت لكم العنوان شارع المدينه المنوره في النزهة الجديدة، والمحلات دي متفرعة منه، تقدروا تاخدوا اسم المحل اللي انا قلته وسايبة ارقامه، او تاخدوه تدخلوا على جوجل وتشوفوا اللوكيشن بتاعه وارقامه.